عشت أحلامي بتوعى لما الشباب يزهر الشجرة لو قص فروعة جذور عنهم بتخبر. أنا اللي اسمي ظريف لو شفتوني بشبابي مخي صاحي شكلي نظيف لا تخاف تدق بابي. بدنا مية مع بدنا نصير انت ما بينك وبين الحب دنيا 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 ما تطلها ولا حتى في خيالك. اما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. انت فين والحب فين ظلمه ليه دايما معاك. انت فين والحب فين ظلمه ليه دايما معاك. ده انت لو حبيت يومين كان هواك خلك مالك. انت فين والحب فين ظلمه ليه دايما معاك. ليه بتتجنى كده عالحب ليه ليه بتتجنى كده عالحب عليه. انت عارف قبل معنى الحب ايه حب ايه حب ايه ايه حب ايه اللي انت جاي تقول عليه. منيالك يا جيهان والله ونقشت معك النقشة العجيبة بس العطر علينا. لك خير حبيبي عبورة، شو عم يصير معك انت اليوم؟ ما عم بيصير معي شي والله، بس الهيئة يا خليل انه انا وانت مصيرنا ضبابي وكملت معنا بقطعة هالكهرباء هاي
مشان يبقى مصيرنا ضبابي كل العمر. الله يطعمنا مثل ما طعم فادي وجيهان. تعرفوا انا عم فكر اسحب ورقه يا نصيب. ايه وانا موافقه. هلا وقت فادي كان بده ياخذ ورقه يا نصيب كانت جيهان رافضه تماما. انت ليش كثير متشجعه؟ مشان نعمل مثل فادي وجيهان. طيب بلكي خلي الربح الجائزة وطلع من هون وما بقى شفتي وشه. معقول تعمل هيك يا خليل؟ والله ما بعرف يمكن. لا ما عاد بدي تسحب الورقة. باباتي حبيباتي، يعني هلا انتم معقول يعني ما قدرتوا تقنعوا فادي وجيهان باي طريقه انه ما يتركوا البرنامج؟ يا استاذ ظريف أيوة. خلينا نحكي بالمنطق ونكون واقعيين، يعني واحد ربح هيك مبلغ كبير بدك اياه ينتظر الشهره من هيك برنامج؟ ايوه ايوه ما شاء الله عليك صاير فتح وعم تحكي بالمنطق، يعني بيكون ما معبي عينك هالبرنامج ولا؟ لك مو هيك القصة يا استاذ، بس بدك ما تاخذنا، يعني البرنامج مو باين منه شيء وانت كل مرة بتوعد وما بتوفي. ايه معلش رح يبين لقدام، رح يبين وانا بوعدكم بوعدكم كلياتكم، بكرة بس تنطلقوا وتصيروا نجوم، انتو وانتو، والعالم تصير تحكي بالبرنامج، رح تنطلقوا تصير العالم برنامج يعني مرة ورا مرة، سنة ورا سنة لحتى يشتركوا فيه. طولوا بالكم يا جماعة، القصة كلها مو مستاهلة. ايه كيف يعني مو مستاهلة القصة يا أستاذ زهير؟ كمان نحن لازم نعرف حالنا شو مصيرنا بهالبرنامج هاد. أيوة شو أنسي عبير باباتي، يعني بس ما تكوني شاكة فيني أنت كمان. و... لا أستاذ ظريف مو هيك القصة، بس يعني الحق معهم فادي وجيهان وقت تركوا البرنامج. الحق معهم فادي وجيهان ها؟ شو حبيبي ما تكوني ناوية كمان أنت تلحقيهم وتتركي البرنامج؟ والله يا أستاذ مصير هالبرنامج مو معروف وما حدا بيعرف شو بصير، واحتمال نحن بأي لحظة نترك البرنامج. استاذ ظريف وشو مشان رواتبنا؟ علينا هسه رواتبنا ما راح نخلص من هالقصة. شو قصدك استاذ ظريف؟ اخي من الاخر وبصراحة رواتب نفل. يا لطيف شو عصبي؟ شو يعني هلا؟ والله مثل ما سمعت معناتها ما عاد إلنا شغل هون. تفضلي ام عبدو زارتنا البركة. يا حياتي يا حياتي نعمان افندي انت هون وتارك الجلي بالمجلى معوّم؟ هي اخرتك يا استاذ نعمان. كنت بدي اشوف الاستاذ ظريف شوي. وشو طلع معه الاستاذ ظريف افندي؟ والله قرر انه ما يعطي رواتب للاساتذه. شو؟ وان شاء الله ما بده يدفع ايجار البيت كمان؟ ام عبدو من الاخر هي القصه بينك وبينه، نحن ما دخلنا. لا هاي القصة ما عاد ينسكت علي بنوب، أنا بدي أشوفه وأحكي معه ضروري. شرف نعمان أفندي، شرف على البيت لحتى نتفاهم. شو بدي أحكي؟ أستاذ نعمان قوم اسمع كلام مرتك الله يرضى عليك. أعطيني إيدك. يعني شرفي مدام شرفي، يعني بس سخني لي شوية مي والله أشربوا إيدي من المي الباردة. إيه مو تكرم عيونك يا نور عيوني، رح سخن لك إياهم برموش عيوني، شرف. يلا طالما سخنه هجي خلصني اطلع لي شوف قدامي شاطر بس تاكل وتطلع على القهوه حرك مسكين والله اكله يا حرام انا ما عاد في اسكت ولازم اخذ حقي من ظريف العمى شو طلع حرامي وانا كمان بدي حقي على الليره ايه امل ابليس بالجنه استاذ على وقت حصلوا شيء من ظريف انا بدي ارفع عليه دعوه بالمحكمه وانا كمان بدي ارفع عليه دعوه ايه معناها اسمعوا مني انتوا الاثنين وانزلوا مع بعض على المحكمة وارفعوا دعوة مع بعض وبتخلصونا من هالقصة بقى وانا هيك برأيي لانه اذا كنتوا اثنين احسن من واحد كيفك يا حلو؟ تمام كيفك انتي؟ اكيد عرفتني ما هيك؟ طبعا طبعا وغادي يخفى القمر وين الاساتذة والطلاب؟ الاساتذة والطلاب هون تفضلي تفضلي اهلا وسهلا لا والله مو هون بس صالون هنيك تفضلي 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 اهلا وسهلا اشرفك We'll be right back.
استاذ ظريف انه رح تبلشوا تصوير برنامجكم الجديد. ايه وانا الاستاذ زهير بدرس تمثيل. وانا موسيقى بدرس خليل. انا نعيم بدرس موسيقى. حلو كتير. ايه وانا الاستاذ ربيع طالب القرب، طالب في المعهد المسرحي، يعني عم بتأمل انا وياك نعمل دور بطولة بهيك شي فيلم اسمه ربيع والاميرة شهليل. وانا اسمي خليل بدرس هندسة مواصلات قصدي اتصالات وبغني وبمثل. ما شاء الله حولك خليل افندي، رجع لورا احسن لك. حاضر. طبعا الاساتذة زهير ونعيم عندهم شغل بدهم يروحوا، مو هيك استاذ؟ لا خلص مو مشكلة، نحن أجلنا مشوارنا أنا والأستاذ نعيم، مو هيك أستاذ نعيم؟ شلون؟ إيه لكن نحن أجلنا أجلين نحن، لأنه حدا بيكون مع الأنسة شحاليل، شحاليل، هل هي ووداع لها يعني. بس كأنه الأساتذة كان عندهم مشوار كتير مهم. الستي كله بيتأجل. السجاير لا استاذ انت ايدك بتوجعك، خلي انا باخذ عنك. ما بتوجعني انا، ما بتوجعني انا كلي نفضت سجائر لك سيدتي. وانا ايضا. اذا بدك خليل بيطفي السيجاره بعينه. ربيع تعال هون احسن ما اساويك نفاض السجائر. الله وكيلك انا بعد دوام بشتغل نفاض السجائر. على فكره عجبتني كثير هي الفكره وجديده كثير. ربيع بس مين فينه يتحمل حراره السجائر؟ فيها سلبي ها؟ لا لا تحبي شوية يا سلبي. لا لا إذا كنت جاع تحرني. عندي هالمرة. تفضلي. ما في داعي، ما في داعي لصفصفك. أهلا وسهلا شرفتينا. خذي خذي هوب خذي. والله مو مصدق عيوني، الفنانة شهليل بجلالة قدرة عنا. سمورة؟ قومي يلا حبيبتي قومي لناخذ انا وانتي سيلفي مع الفنانه شهالين. قومي. الف سمورة. ايه يلا صورونا لكان احنا كمان. لا يا استاذ انا قلت انا وسمر يعني الصبايا وبس. ايه وين المشكله؟ اعتبرونا صبايا هالمره، مو هيك استاذ نعيم؟ لكان نحن لسه بعص معنا، يلا صوروا صوروا. إيه هذا مو عدد الاساتذه يتصوروا ونحن قاعدين. طبعا الفنان ملك الشعب كله. لك عود على نصك انت ملك الشعب الفنان، نتصور نحن. خلص يلا. يا جماعه بلغنا، خلونا نصور كلياتنا سوا بلا مشاكل. يلا يلا صور. انا صور. سلفلونا. ما بين انا وين هي وديني شوفني اشوف وين لك هيك بعديها بعديها هيك. ايوه هاي صوره طلعي ابتسمي والله. ورفع لياقل البنات. الله. بس بدي اعتذر للاساتذه والشباب لانه ما رح يحضروا معنا الدرس، يتفضلوا لبرا. طبعا بالنسبه للشباب لازم هي يروحوا، بس انا دكتور قال لي انه لازم اتدرب رياضه يوميه عشان صحتي يعني، فلازم اكون معي. فصيحي نكون معكم عشان اخذ فرصه نتدرب الرياضه. والله وانا حاسس انه لازمني شويه تمارين رياضيه لاني حاسس بتقل بالحركه. والله يا استاذ يا اما الكل بيكون بالدرس يا اما الشباب كلهم لبرا. اسكت انت ما دخلك، انا والاستاذ زهير كبار بالعمر ولازمنا تمارين رياضيه، عشان هيك هي فرصه لنا لانه نلتزم بالتمارين مع الانسه تحاليل قصدي الشهاليل. قلت لك حركات استاذ، ما فيك تعمل حركاتك وتمارينك الرياضيه الا هو. يا استاذ الحدايا مع بي البلد. خلص اخي بطلنا نلعب رياضه، امشي نايم امشي نروح، ما عاد لنا شغل هون. طول بالك شو الحكي هاد، ما بصير. شو دخلك انت؟ خلص يا جماعه طولوا بالكم، امشي نايم خلص انا عندي حل مناسب. شو هو؟
أنا عندي صديقي بيدرس تمارين رياضية للشباب، رح أتصل فيه وخليه يجي يدربكم، شو رأيكم؟ والله فكرة حلوة، أنا موافق، شو رأيك ربيع؟ فكرة معقولة، والله رياضة حلوة. طيب يلا أنسي شهلي، اتصلي بصديقك خليه يجي يدربنا، لأنه الأساتذة حرام ناقصين كتير لياقة. إيه لا معليش، أنا اليوم تعبان كتير ويعني ما رح أقدر أعمل تمارين، اسمحي لي بدي أمشي. وأنا كمان، سلام. هاي خلصنا من الأساتذة، فيك تبلشي الدرس أنسي شهلي؟ لا يا حبيبي أنت ما حذرت، مثل ما قالت لأنسي شهلي، أنتوا الشباب لبرا. أنسي سمر، نحن ناخد تعليمات من الأنسي شهلي وبس، أنت ما دخلك. مزبوط مسيو خليل، وبناء على هذا الكلام تفضلوا اطلعوا لبرا. خليل لبرا. ربيع لبرا. ربيع تفضل لبرا. يلا خليل يلا لبرا يلا لبرا. ايه أنسي شهالي بعد اذنك، يعني نحن اليوم مو جاهزين حتى ناخذ درس، ففينا ناجل هذا الدرس للدرس الجاي، لانه بصراحه نحن عندنا رفيقه ثالثه وكثير حابين انه تحضر معنا. وبعدين يا انسه شهاليل نحن منشان واجبك وقدرك وقيمتك، انت الانسه شهاليل بجلاله قدرك، مو معقول تعطينا درس الرياضه ونحن لابسين هدول الثياب، فمنشان واجبك لازم نحن نلبس بيجامات. اوكي اوكي ما في مشكله، بنعتبر هذا الدرس انه نتعرف على بعض، نو بروبليم. قديش عمرك؟ عمري قديه بتحطي لي؟ شي 40؟ 40؟ يا دوب عمري 22. يا حبيبة قلبي. طيب كم عملية تجميل عاملة؟ وحياتك ولا عملية. ايه وبنناقص من هالدرس، على أساس متعطلين نحن على درس الرياضة. لكن إنه اللي بدي أفهمه إنه هذا ظريف يهز بدنه، منين جايبها لهي الشهاليل؟ باين يا حبيبي رقاصة. لا، هي فنانة لو سمحت. ايه عفوا منك هي فنانة بس بالرقص. بدي خلي انتم مجتمعين، يلا شباب خلونا نمشي بسرعة. لك شو بكون عم بحكي معكم، قوم يلا انت وياه خلونا نمشي بسرعة. خير استاذ ظريف، لوين هالمرة؟ لك يا بابا حبيبي انت شو بدك بهالشغلة؟ شو بدك؟ بعدين بتعرف. كيف يعني شو بدنا بهالشغلة؟ الأفضل انك ترد على سؤال خليل. علينا هلا يا مستعجل، فعلا وقف انزل اشتري شوية خضرة وشوكولاتة وبعدين أقول لك أنا وين رايح. شبعك؟ وانت ليش كتير مستعجل استاذ ظريف؟ باباتي حبيبي ليش بدي يكون مستعجل، يعني مأمن لكم شغل. وشو هالشغل بالله يا سيد ظريف؟ كنت أعملكم هي سوربرايز بس خلاص يلا لحلكم، أمنت لكم مشاهد تمثيل. عن جد؟ استاذ ظريف وضح لنا أكتر. أنا قلت لكم إنه بدي أشركن وأعملكن نجوم بس أنتم ما صدقتوني. بس هلا جايب لكم أدوار بطولة بأهم مسلسل تلفزيوني رح ينعرض بهالموسم. يس! يعني أخيرا بدنا نشهر أستاذ ظريف! ولك لكان رح تصير سوبر ستار! يلا امشوا امشوا. بس أستاذ ظريف وين النص؟ مو المفروض نحفظ نص بالأول؟ إيه طبعا في نص ولازم تحفظه. تعال تعال هلا حبيبي روح من هون هلا امشوا تعال. لا يا عيني قرف قرف. I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I feel like
مصيبه ورا هاي الروحه. لك الله لا يوفقك يا ظريف، لك يبعث لك حمى الهي، خلانا طول النهار نشتغل بنقل وتعطيل العفش. اي بس الزلمه ما كذبوا له، اخذنا على لوكيشن تصوير. اخي هزوا بدنك يا ظريف. إيه فعلا اخذنا على لوكيشن تصوير، بس عالتالين مو ممثلين. لك بس بدي افهم انه نحن ليش متحملينه لهلا ومتحملين غلاصته؟ إيه مشان الشهره حبيب قلبي. لك بلا شهرة بلا بطيخ يهزوا بدنه، الله لا يوفقه، أصلاً أنا ما عاد بدي هاي الشهرة ولا أنا. هاي هاي كيف الشباب؟ أخ إيه لا منيحين. خد عليك شوي. خير شو بكون؟ شو صاير معكم؟ شوي تركناكم ما كان فيكم شيء. إيه والله خير، شبون الشباب تعبانين؟ لا 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 ما في شيء، من درس الرياضة بس ما في شيء. درس الرياضة؟ وأي درس رياضة مسيو ربيع؟ يلي لعبنا فيه الأستاذ ظريف. مش الأستاذ ظريف يلعب رياضة؟ إيه لا هو ما بيلعب، بس نحنا يلي منلعب. المهم يكون في رياضة بالموضوع. هلأ المهم احكولنا شو صاير معكم لحتى تعبانين كل هالقد؟ يعني من شو تعبانين برأيك؟ إيه لو منعرف ما كنا سألناكم. أي والله كتر خيركم على الاهتمام. يعني هلأ بتكون تحكوا ولا لا؟ احكي لنا أبو الخل خلصنا. يحل عني شايفني قدران أحكي؟ احكي لهم أنت. لك أنا ما خرج والله منطفي على الآخر، ما فيني أحكي. ليش شو الجديد؟ ما أنت من زمان منطفي. عم تتمسخري؟ إيه ماشي إلا ما تنحطي بنفس الموقف. أوكي هلأ يا شباب شرفكن احكونا بالغلاظة. هذا يا ستي ربيع احكي أنت. لا والله ما حدا بيحكي غيرك. لك يلعي قلبكم انتو الاثنين، واحد بيناتكم يحكي وخلصونا بقى. خلص خلص انا رح احكي. هذا يا ستي اجا ظريف واخذنا على اساس نشتغل ادوار تمثيل. حلو وبعدين؟ امنا نحن صدقناه ورحنا. ايه برافو حلو كتير. ايه قام اشتغلنا بكل شيء الا التمثيل. شو اشتغلتوا لكان؟ بنقل العفش من مكان لمكان. يا ستي وعدي على ايدك، اشتغلنا منفذين ديكور ومنفذين إضاءة، حتى أنا مسكت له الكابل للأستاذ يوسف المصور، وبالأخير حضرنا أكل للممثلين. ياي معقول هيك بيشغلكم ظريف؟ أنا رجال وما بسمح لحدا يهين كرامتي. لك أنا الأستاذ نعمان دق المسمار، أكبر أستاذ سولفيج بالعالم كله، ومستحيل حدا يطلع علي بالعالي مهما كانت الأسباب، مستحيل. نعمان يا نعمان، نعمان وينه؟ أنا بعرف إنه نعمان هون. يا أم عبد
بعده. يا حبيبة قلبي هدي لي حالك شوي، لك ما بكفي لقيتي عريس. ما بدي هدي حالي، خليه يطلع يفرجيني وشه. ام عبدو روقي روقي، كل ما الله روقي، والله جددتوا كل شوي مشاكلك. يا اختي ما بدي روق، بدي اشوفه، بدي اقعد على البيت. ارتحتي؟ تكره مالك، بس هدي لي اعصابك. ها لشوفوا اخرته معه، يا انا يا هو. استاذ نعمان مضيع شيء، انت عم تدور على شيء؟ خلص خلص روح روح روح. استاذ نعمان عم تلعب طمان بالصاله. مع عبدو هجموا يا شباب، هجموا شباب. ارفعوا لي هالطاوله لاشوف. هي تكرمي مع عبدو، تكرمي. برافو زهر وبان. شو نعمان افندي متخبي تحت الطاوله؟ على علمي عامل رجال، شرف قدامي على البيت لنتحاسب. لحظة لحظة أم عبدو، خلينا نحكي واتفق أنا وياكي. نتفق بالبيت مو هون. شرف. هاي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أنا الأستاذ نعمان دق المسمار، أستاذ السولفيج العالمي. هو أنا شهليل فنانة. تشرفنا. وفنانة بشو يا بعد عمري؟ عم بعطي دروس رقص شرقي. حلو 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 كثير، حلو كثير. انت فنانه بالرقص الشرقي وانا فنان بالموسيقى، لذلك ممكن اعمل انا وانت ديو سوا مع بعض، واحلى شغل مع بعض يعني. حبيبي انت شغلك بالبيت بتمسح وبتطبخ وبتجلي وبتكنس وبتكوي، شرف قدامي لشوف. يا شو عدو لذيذ وبيعرف يرقص. وحياة الله كتير لذيذ، تعال شوف. ايوه شايف الحبايب مجتمعين هون. اهلين استاذ ظريف، كأنك مطنش هالشهر عن أجار البيت وتأخرت لحتى تعطيني حضرتك. ولو يا عم عبدو، شو ما هذاك اليوم مرت لك سلفة 1500 ليرة على الدرج. شو بك ضايجة؟ طولي بالك، بعدين ما شايفتينا يعني مشغولين بالتحضيرات للبروجرايم. انجرايم؟ ليش انت البروجرايم بابا حبيبي؟ انت الثاني، بصلتك سلمونيه محروقه، شبك مستعجل؟ يعني كنت حابب اعملكم هي سربرايز. والله يا استاذ ظريف نحن ما بنحب المفاجات. ايه بلا ما تحبيها، خلص الاسبوع جاي مثل هذا اليوم رح يتم الاعلان عن اول حلقه بالبرنامج. اكيد هذا الكلام ظريف افندي؟ ايه طبعا، ليش انا ايه ما تخزلتكم، والاسبوع جاي رح نبلش البولوجرايم. وعلى فكره انا جايب لكم شغل جديد فلا حدا يروح. وشو مشان الشغل هالمره استاذ ظريف؟ مع انك ما بتحبي السربرايز، بس المسا بتعرفي عبير خانو. استاذ ظريف شو مشان رواتب الاساتذه؟ رواتب بيناتنا عيب، بعدين بعدين حبيبي. انت ظريف هنن كلمتين وبس، يا اما بتعطيني حسابي يا اما. يا سيدي انت طلعت اجدع واحد فينا. اي والله لو ما عملت هاي المشكله ما كنا حصلنا على حقنا. بس بيني وبينك ظريف بده اياها. اي نعم، وبده اكثر من هيك كمان. نور البيت بطلتك لعنا. تسلمي حبيبه قلبي. الله ما احلى ريحه الحلو. اهلين ام عبدو، عجبتك الريحه؟ بلا ام عبدو بلا بطيخ، امتى بيخلص الحلو؟ يا ام عبدو نحن هلا عم نكمل تحضيرات لان اليوم عاملين حفله لجيهان وفادي. امري لا الله، تحبوا ساعدكم بشيء؟ لا 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 يا ام عبدو، شو تساعدينا ما تساعدينا؟ انت افتحي افتحي افتحي، لا تشغلي بالك ابدا ام عبدو، امانه لا تشغلي بالك ام عبدو. قلت لماما اليوم اني رح مر لعندكم عشان اطمن على تحضيرات الحفله. يا حبيبة قلبي ميت السلامة، ميت السلامة وردة خانو. أهلا فيك يا عبد الخانو. أي وردة خانو، اليوم شو بدك تعملي لنا أكل حلو؟ أنا ما بعرف ساويها لحالي، بس بساعدكم. حلو حلو يا جماعة، نحن اليوم لازم نبعث الشباب يطالعوا ظريف، تعرفوا ليه؟ خلينا نحن اسمنا رح نترك من هون ونترك، خليه يطالعوا يحضر معنا هالحفلة، حرام. عبير يقطع عمره لظريف، ما بيستاهل ما بيستاهل، فهموا بقى.
شبابي مخي صاحي جبلي نظيف لا تخاف تدق بابي ايه باباتي بتصيروا بدي وصلكم لنجومية باباتي دفعولي باباتي دفعولي أنا ظريف باباتي.